السلام من الله عليكم وأهلا بحضراتكم في نشرة الخامسة من التلفزيون المصري. أهلا فاطمة. أهلا بك محمد موافي، تحية لحضراتكم ونستهل النشرة بالعناوين. في مباحثات جدة، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يتوصلان لاتفاق مبادئ، ومصر ترحب وتبدي تطلعها للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار. الداخلية تطلق المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد لتوزيع مساعدات عينية بالمناطق الأكثر احتياجا. إذن رحبت مصر بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إعلان جدة باعتباره خطوة مهمة تسهم في توفير الحماية للمدنيين من أبناء الشعب السوداني الشقيق وإتاحة الفرصة لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والحفاظ على المنشآت والمرافق العامة وتسهيل عمليات الإجلاء. وأعربت الخارجية في بيان لها عن تطلعها لأن يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه من تعهدات وأن تفسح تلك الخطوة المجال لأطراف النزاع بمساعدة الوسطاء والشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار واستئناف الحوار. وأشادت مصر بالجهود التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في تشجيع الأطراف السودانية على المشاركة في جولة المحادثات. كان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد وقعا على اتفاق مبادئ أولي في مدينة جدة السعودية. وأشار إعلان جدة إلى أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أعلنا التزامهما بتسيير العمل الإنساني وتلبية احتياجات المدنيين، وأكد الالتزام بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه. كما اتفق الجانبان على أن مصالح وسلامة الشعب السوداني أولوية رئيسية. وشدد إعلان جدة على السماح بالمرور السريع للمساعدات الإنسانية من دون أي عوائق واعتماد إجراءات بسيطة وسريعة لعمليات الإغاثة الإنسانية. واتفق الجانبان أيضا على الامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية والالتزام بحماية العاملين في المجال الطبي والمرافق العامة وسماح لجميع المدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية. وأكد الجانبان على الالتزام بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين في جميع الأوقات. وتواصل مصر استقبال الوافدين من السودان من المصريين والأجانب عبر معبري قسطل وأرقين وتقديم كافة التسهيلات لهم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. ولمزيد من المتابعة ينضم إلي مراسل أخبار مصر أشرف مبارك من معبر قسطل البري. أشرف، يعني كيف يبدو أمامك توافد الوافدين، توافد الناس من السودان، وما هي أهم الجنسيات العابرة غير السودانيين؟ بالفعل يعني استقبلت المعابر الحدودية حتى الآن نحو 80,000 من النازحين من مختلف جنسيات العالم. بنتحدث عن معبر قسطل فقط استقبل 45,000 من النازحين السودانيين بالإضافة ل 5,000 من مختلف جنسيات العالم. نتحدث أيضا عن 9,000 من المصريين وصلوا إلى المعابر الحدودية أبرزهم معبر أركين ومعبر قسطل الحدودي. هناك العديد من الجنسيات التي وصلت إلى الأراضي المصرية أبرزهم من الفلبين ونيجيريا وإندونيسيا وأيضا من دولة الصين الشعبية. هناك تجهيزات كبيرة جدا تتم على أرض الواقع لعمل يعني هذه المعابر على مدار 24 ساعة. قامت الدولة المصرية خلال الأيام الماضية بإنارة بحيرة ناصر الطريق من معدية أبو سمبل وحتى معدية حجر الشمس بإنارة هذا المكان للسماح لمعدية معبر قسطل بالعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة لقيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدعم وتقوية شبكات الهاتف المحمول على هذا الطريق أو طريق المعابر سواء معبر أركين الحدودي أو معبر قسطل أيضا الحدودي. يعني تم وضع 13 وحدة تقوية لتقوية شبكات المحمول. بتحدث عن خدمات صحية تقدم لكافة النازحين والعابرين إلى الأراضي المصرية. أبرز هذه الخدمات الصحية تقدم من قافلة طبية تابعة لجامعة أسوان بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصري المتواجد منذ هذه الأزمة وأيضا القوافل الطبية التابعة لوزارة الصحة وهيئة الإسعاف المصرية. هناك جميع الأدوية تقدم لكافة النازحين والعالقين. أبرز هذه الأدوية للأمراض المتوطنة والأمراض المزمنة مثل أمراض الضغط والسكر وأمراض القلب وأيضا الربو الشعبي
هذه أمراض منتشرة في الدولة السودانية، لذا حرصت الدولة المصرية على توفير مثل هذه الأدوية داخل المعابر الحدودية. بنتحدث أيضا عن دعم لوجستي وتسهيلات في الحصول على التأشيرات من قنصلية وادي حلفا. هناك سماح لدخول كافة النازحين من الدولة السودانية لمن هم دون 16 عاما وفوق ال 50 عاما، وأيضا النساء بشكل عام. أما الفئة من 16 عاما وحتى 50 عاما يتم السماح لها بدخول بعد الحصول على تأشيرة من قنصلية وادي حلفا، ويتم إعطاء هذه التأشيرة بكل سهولة ويسر. طب أشرف، وما هي انطباعات هؤلاء الوافدين على الترحيب المصري أو الضيافة؟ بالفعل يعني كان هناك يعني آلام كبيرة وخوف ورعب على وجوه هؤلاء النازحين الذين جاءوا إلى الأراضي المصرية، لكن فور دخولهم على الأراضي المصرية وحصولهم على هذا الإطمئنان وهذا الأمن والأمان، تحول هذا الخوف والرعب إلى شكر وتقدير للدولة المصرية وقيادتها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمه من تسهيلات ودعم كبير لكافة الأشقاء السودانيين واستقبالهم وتقديم كافة الدعم لهم، بالإضافة أيضا إلى مختلف جنسيات العالم التي جاءت عبر الحدود المصرية. هناك أيضا خط للعودة من مختلف دول العالم، من كافة الجاليات السودانية التي تواجدت في دول العالم جاءت إلى مصر أيضا للعبور من خلال المعابر الحدودية إلى الأراضي السودانية، خاصة بعد إغلاق كافة المواني والمطارات في الدولة السودانية. لذا نتحدث الآن عن خط للنزوح من الدولة السودانية إلى مصر وخط عودة من كافة دول العالم إلى الأراضي السودانية. من معبر قسطل البري حيث يتوافد السودانيون وآخرون من جنسيات أخرى إلى هذا المعبر، شكرا جزيلا لأشرف مبارك مراسل أخبار مصر. واصل الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم غاراته على مناطق في قطاع غزة، وارتفع عدد الشهداء إلى 31 شهيدا فضلا عن أكثر من 100 مصاب، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع الثلاثاء الماضي. يجيء هذا بينما أفاد الجيش الإسرائيلي بإطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات القريبة من الحدود مع غزة بعد ضربات صاروخية أطلقت من القطاع وأسفرت عن مقتل شخص واحد. ووصفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وصفت الخسائر في الأرواح بين المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال في قطاع غزة بالمأساة الحقيقية. في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الأسر المصرية في المناطق الأكثر احتياجا وكذلك المرأة المعيلة، أطلقت الوزارة المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان لتوزيع مساعدات عينية على تلك الفئات في الجمهورية بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين. احنا ولادك يا بلادي، الفكر في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا. في اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، اطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان، والتي تستهدف بها تخفيف الاعباء عن كاهل الاسر المصرية في المناطق الاكثر احتياجا، وتأتي من منطلق حرص وزارة الداخلية على تفعيل مشاركاتها الانسانية والاجتماعية من خلال هذه المبادرات. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب، انا اديلك عينيا وقد المسؤول. هذه الكرتونه دي فرحت ناس كتير، كميه الكراتين اللي اتفرقت النهارده ساعدت بيوت ناس كتير قوي يا ريس. وزع عليها كراتين وساعد كتر خيرك اللي انت فاكرنا ومش ناسينا. نشكره طبعا على اهتمامه بينا ووقفته معانا، ونشكركم انتوا على اهتمامكم بينا والكراتين اللي انتوا سلمتوها لنا وبتدوها لنا دي. بيشكر من السما للارض واحنا كلنا واحد. تستهدف المبادره توزيع مساعدات عينيه على الاسر والسيدات المعيلات قاطين المناطق الاكثر احتياجا، حيث قام قطاع حقوق الانسان بوزاره الداخليه بالتنسيق مع قطاعات الوزاره المعنيه ومديريات الامن بتوزيع هذه المساعدات بعدد من المناطق بمختلف المحافظات، وسط اشاده كبيره من المستفيدين من المبادره بدعم الوزاره المستمر لهم.
تضمنت المبادرة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية شملت مختلف التخصصات. قام أطباؤها بإجراء الكشف الطبي على المواطنين المترددين عليها في أماكن جهزت لهذا الغرض مع صرف الأدوية اللازمة لهم. وقت لما تحتاجينا احنا دايما هنا. لمرة حسيت بخوف وقد الظروف مفيش اي قوة تهزني. عرفت ان في مبادرة كشف مجاني، دخلت كشفت، اللي كشف علينا ضباط، وكان الكشف بصراحة يعني الدنيا منظمة جدا، وبعد الكشف اخذنا العلاج مجاني برضو. عملنا كشف ببلاش وعلاج ببلاش بساعة ربنا. تؤكد مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة المواطنين بمختلف المحافظات بخاصة الأكثر احتياجا والسيدات المعيلات لتوفير حياة كريمة لهم، فهذا دور إنساني واجتماعي تحرص الوزارة على تفعيله لتحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع. أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على إعداد الخطة الدعوية الصيفية الجديدة وفي مقدمتها المقارئ القرآنية في جميع المساجد على مستوى الجمهورية، إلى جانب انعقاد مقراءة مسجد مصر بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة وإطلاق مراكز تلاوة القرآن الكريم على يد كبار القراء. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بوكلاء الوزارة ومديري المديريات الإقليمية. إعداد خطة متكاملة للارتقاء بمجال الدعوة والقرآن الكريم وإطلاق البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل هذا العام في ثوب جديد تحت عنوان مشروع المليون قارئ وألف حافظ صغير، أبرز ما ألقي الضوء عليه في اجتماع وزير الأوقاف بوكلاء الوزارة ومدير المديريات على مستوى الجمهورية من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة سلفا. مع الوزير أكد النهاردة على الاهتمامنا بالقرآن الكريم وعلى تحفيظ القرآن الكريم، وإن شاء الله بإذن الله سيبدأ الاستعداد وتجديد مقارئ نموذجية على مستوى الجمهورية والاهتمام بمقارئ الأئمة المعتمدين وغير المعتمدين. ففي إطار الاهتمام بالنشء والأطفال، انطلاق البرنامج التثقيفي الصيفي للأطفال إن شاء الله بإذن الله من يوم الأحد القادم يوم 14/5 في ربوع الجمهورية ب20,000 مسجد. إحنا بنستهدف مليون قارئ و100,000 حافظ. على جانب آخر، اجتماع مع مسؤولي هيئة الأوقاف ومدير المناطق لبحث مشكلات تقنين وضع اليد والمباني المقامة على أراضي الوقف بالقرى والعزب والنجوع، مع التأكيد على تحري الدقة التامة أثناء الحصر. قدرنا نخلص بعض الملفات من هذا التقنين، ولكن قابلتنا بعض المشكلات، ابتدينا نحط ايدينا على هذه المشكلات، وفي الفترة الجاية يمكن النهاردة الاجتماع مع الوزير معنا خاص بهذا الموضوع، وإن شاء الله هيتم وضع آليات جديدة للتقنين. أكتر حاجة احنا مركزين عليها إن شاء الله في الفترة اللي جاية هي الأراضي الغير مستغلة. الأراضي الغير مستغلة سيتم البدء فورا في إعداد كافة البيانات الخاصة بها، سواء المساحات سواء طرق استغلالها، حتى يمكن استغلالها على الاستغلال الأمثل. ولتتواصل مسيرة إنجازات الأوقاف في الجانبين الدعوي والتنموي بالدفع بمزيد من الخطط والحلول التي من شأنها الارتقاء في الجوانب كافة. وليد هيكل، التلفزيون المصرية. افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور أيمن عاشور فعاليات ندوة برامج البحوث البيئية ومتعددة التخصصات التي تمثل البداية الرسمية لإطلاق الشبكة المصرية القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية. مواجهة التحديات المجتمعية من خلال البرامج البينية متعددة التخصصات أحد المبادرات العالمية الناجحة لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية لتعزيز الابتكار. كان هذا أهم الأهداف لندوة برامج البحوث البينية متعددة التخصصات التي افتتحها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ملايين الوظائف هتختفي وأخرى تظهر، وإحنا دورنا في مؤسسات التعليم العالي هو إعداد ولادنا الطلاب لهذه المرحلة وخرجنا لهذه المرحلة، فشغالين في الاستراتيجي طبعا محاور هامة جدا، منها البرامج ومنها ازاي المهارات اللي يكسبها الطالب ومنها كل اللي هي الحقيقة المحاور المختلفة. وانا بتكلم دلوقتي على مفاهيم
بنطبقها في البرامج الجديدة. بدأت الفكرة دي هي من أكتر من 3 سنين وعملوا نسخة أولى وتانية وتالتة، كل مرة بيخرجوا حوالي 60 65 58، أظن النهاردة 58 باحث من كل الجامعات المصرية في كل التخصصات، ودول هم اللي هيمثلوا الكتلة الحرجة أو الكريتيكال ماس للموضوع ده. فإن شاء الله موضوع البحث المتعدد التخصصات بالاتجاهات الجديدة عشان التغير المناخي، عشان التحول الرقمي، عشان كل الحاجات اللي بنتكلم عليها كل يوم دي إن شاء الله تتحقق، محتاجين هذه النوعية من الباحثين. الجامعات المصرية لديها خطة لتأسيس مناهج بينية التخصصات للتعامل مع التحديات الحديثة التي تواجه المجتمعات، والتي أسفرت عن إطلاق الشبكة المصرية القومية للبرامج والبحوث البينية بالجامعات المصرية. احنا عندنا في كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل عاملين برنامج بيني مع كلية تربية نوعية، كلية تربية نوعية قسم حاسب آلي دوت، من خلاله هينخرج أخصائيين لتكنولوجيا المساعدة لذوي الإعاقة أو معلمين للحاسب الآلي لذوي الإعاقة. هنا هو احنا بنعمل ايه؟ بنعمل تكامل للعلوم وبعضها البعض، ودي تقدر تفيدنا في ان احنا نقدر نزود الابتكار في مصر، نقدر نزود الصناعة، ربط الصناعة بالأبحاث العلمية، دي مهم جدا، لان طبعا ده كله هيصب في التصنيفات العالمية اللي الجامعات المصرية بتبدأ تدخل فيها في التصنيفات المختلفة، فبتبدأ تاخد الجامعات المصرية، ومصر طبعا مراكز متقدمة في التصنيف الدولي على مستوى الجامعات العالم. الكثير من البرامج التي بدأ استحداثها من الجامعات المصرية وصعدت للمجلس الأعلى للجامعات وحولناها بالفعل إلى لجنة قطاع البرامج البينية، النهاردة موجودين عشان نحتفل بهذه الاحتفالية ونقول لكل الدولة المصرية احنا استراتيجية التعليم العالي وضعناها لكي تطبق بالفعل، ودي أحد أنشطة تطبيق استراتيجية التعليم العالي اللي نحن موجودين فيها النهاردة. وتهدف الندوة إلى ترسيخ فكرة التخصصات البينية في مواجهة التحديات والتي تتطلب التعاون بين التخصصات المختلفة لمواكبة التغيرات العالمية. الارتقاء بمنظومة البحث العلمي وتنفيذ الأبحاث على أرض الواقع أحد الأهداف الأساسية لتحقيق الجودة الشاملة وتعزيز سوق العمل. هنا نحال، التلفزيون المصري. وقعت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان 4 اتفاقيات تعاون مع عدد من الفنادق والشركات لتدريب الطلبة على مهارات سوق العمل بأحدث الأساليب العلمية والعملية، بهدف ثقل مهارات الطلبة وإعدادهم لسوق العمل. وقعت كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان عددا من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركات العاملة في مجال الأغذية والفنادق السياحية لتدريب الطلبة من خلال ملتقى التوظيف بكلية السياحة والفنادق. عملنا فكرة التعليم التبادلي، دي كانت موجودة في الجامعة من زمان بس احنا بننميها. التعليم التبادلي ان الطالب يشتغل، يجي يدرس يومين في الجامعة وفي الكلية ويقضي بقية الأسبوع هناك في الشركة أو في المطعم أو في الفندق. وقعنا 4 بروتوكولات تعاون مع جهات مختلفة عاملة في القطاع السياحي سواء كان فندقي أو سياحي، اللي هيستفيد من البروتوكولات الطلبة الحاليين من أولى لرابعة، وهيستفيد بيه كمان الطلبة اللي داخلين جدد في العام الأكاديمي 23-24. كانت تجربة ليا حلوة إن أنا كنت بنزل الحاجة دي بمارسها بإيدي، التجربة كانت عملي فكانت فادتني أكتر من المقررات العلمية. وفي كل التخصصات الفندقية يتم تدريب الطلبة على المهارات المختلفة التي يحتاجها سوق العمل. احنا بنتكلم في كل مجالات العمل في الفنادق، مجال الأغذية والمشروبات والرومز أو قطاع الرومز اللي هو الغرف والهاوس كيبنج والحاجات زي كده، وطبعا بالإضافة طبعا للوظائف الإدارية زي الحسابات زي الموارد البشرية وحاجات زي كده يعني. بس طبعا يعني الوظائف الإدارية ممكن تكون متاحة شوية في سوق العمل، لكن احنا بنتكلم على الوظائف المتخصصة شوية زي قطاع الأغذية والمشروبات وقطاع الغرف. شغل الفنادق بيتطور بسرعة جدا، فاحنا كان لازم في شراكة ما بيننا وما بينهم عشان نوصل لهم صورة اللي احنا محتاجين ايه في سوق العمل، تمام؟ فلذلك احنا طبعا شاركنا، عندنا موضوع تدريب، دكتور عندنا مدير تدريب عندنا اسمها استاذه ايام، الناس النشطه جدا 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 في الاوتيل، هي بصراحه اللي وضعت عندنا حجر الاساس ان احنا نقدر نستقبل الطلبه في عندنا في الفندق. النهارده بنسبه 70% او 80% جوه الاندستري بتاعت الفود اند بافريج اولاد شغالين، ولكن مش شغالين بشكل اكاديميك، هو واخدها بالهوايه وهو يعتبر اكسبرت ويعتبر ان هو راجل عنده الحرفه الكافيه، ولكن هو مهم جدا ان هو يبقى متدرب عليها علميا. ثقل مهارات الطلبه لسوق العمل وتدريبهم وفتح مجالات وفرص عمل متعدده لهم هو الهدف من ملتقى التوظيف الذي تنظمه كليه السياحه وفنادق جامعه حلوان بالتعاون مع عدد كبير من المنتجعات السياحيه وشركات الطيران.
أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط بقاء يومين فقط على انتهاء المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، ولا توجد نية لمد فترة العمل بقانون تيسير استيراد السيارات مرة أخرى بعد 14 من الشهر الجاري. وأضاف أن العبرة في الانضمام للمبادرة بتاريخ بدء إجراءات تحويل قيمة الوديعة من الخارج في موعد أقصاه بعد غد الأحد، وليس بتاريخ وصولها لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري. أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الحفاظ على البيئة هو مسؤولية مشتركة للجميع، ما وضع أمامنا تحد بضرورة تبسيط مصطلحات العمل البيئي للمواطن لمساعدته على المشاركة في عملية صون الموارد الطبيعية. جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز مسابقة طلاب الجامعات عن التغيرات المناخية بجامعة هيرتفوردشاير بالعاصمة الإدارية. وخلال الحفل أوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة نفذت عددا من الحملات الإعلامية لرفع الوعي البيئي، سواء المبادرة الرئاسية لرفع الوعي البيئي حملة اتحضر للأخضر، وأثناء الإعداد لمؤتمر المناخ كوب 27. في العاصمة الألمانية برلين التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت مع وزير الدولة للتعاون الاقتصادي والتنمية الألماني، وتناول اللقاء مشروعات التعاون الحالية بين مصر وألمانيا في مجال التحول الرقمي من خلال التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع وزير الدولة الألماني للاقتصاد، وتم بحث سبل دفع التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستعراض المقومات التي يتمتع بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك أبرز التطورات التي يشهدها وتسليط الضوء على ما يحظى به القطاع من كوادر شابة متخصصة ومؤهلة على أعلى مستوى للعمل في هذا المجال بالأسواق المحلية والعالمية. عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عددا من الاجتماعات الثنائية مع مسؤولي مؤسسات التمويل العربية لتعزيز التعاون، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية، حيث بحثت وزيرة التعاون مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان ابن عبد الرحمن المرشد جهود الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لإتاحة فرص التمويل الإنمائي الميسر. أيضا ناقشت وزيرة التعاون الدولي مع الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي استكشاف مجالات التعاون المشتركة في مجال تمويل وضمان الصادرات. كما التقت الدكتورة رانيا المشاط مديرة إدارة التقييم المستقبلي بالبنك الإسلامي للتنمية، حيث أكدت أنه سيتم التنسيق مع كافة شركاء التنمية من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة لضمان كفاءة تنفيذ المشروعات الجارية. كما بحثت المشاط تعزيز التعاون المشترك مع رئيس منتدى الاتحاد الخليجي الاقتصادي. تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، وقام بتصنيع الدبابة وإنتاج المركبة المدرعة المصرية سينا 200 إلى جانب تصنيع شاسيه المركبة الأورال وكباري الاقتحام السريع، إضافة إلى العمل على بدء تصنيع واحدة من أحدث منظومات المدفعية على مستوى العالم، وهي منظومة الهاوتزر K9A1EG. كما يلبي المصنع احتياجات وزارة الداخلية من عربات نقل الجنود والسواتر الواقية من الرصاص، ويساهم في تحويل عدد من حافلات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار. وكذلك دور مصنع انتاج واصلاح المدرعات في تجهيز عربات الشباب المتنقلة وتصنيع خزانات الوقود والمياه. We'll be right back.
نهاية الخامسة، وإذن هذا تذكير بأبرز العناوين. في مباحثات جدة، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع توصلا لاتفاق مبادئ، ومصر ترحب وتبدي تطلعها للتواصل لوقف دائم لإطلاق النار. الداخلية تطلق المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد لتوزيع مساعدات عينية في المناطق الأكثر احتياجا. ودوما المزيد في موقعنا مسبيرو.eg. شكرا لحضرتك. شكرا لك مولاي.